مساء الخير، كل سنة طيبين. الدورة دي هي أول دورة في مكافحة الحريق والإنذار الآلي. ده دورة أساسية عشان بإذن الله بنعمل بنأهل المهندسين يبقوا سيرتيفايد فاير فايتنج انجينير أو مهندسين متخصصين في مكافحة الحريق والإنذار الآلي والسلامة المهنية كمان. الدورة دي أول دورة من ست كورسات. الست كورسات دول هما اللي بيخلوا المهندس بعد كده بعد ما ياخدهم يبقى مهندس محترف في مكافحة الحريق والإنذار الآلي والسلامة المهنية. دي دبلومة برضو بنعملها في بإذن جامعة حلوان الهندسة المطرية. الدبلومة دي بتبقى دبلومة بيطلعك بعد سنة كاملة بعد ما تاخد الست كورسات دول بتبقى متخصص في السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق والإنذار الآلي. في دبلومة تانية بعديها بقى كمان ست كورسات تانيين في بنسميها المفرقعات، ودورة كمان ودورة كمان بناخدها في السي سي تي في كاميرات المراقبة، والدورة الثالثة بتبقى دورة كذا دورة مقسمين برضه ستة اللي هي بقى السلامة الصحة المهنية ان ديتيلز بقى اللي هي القوشة الهزوب. تمام، فكل الكورسات دي بتاخدها في الليفل الثاني او الدبلومة الثانية. الاثنين دول على بعض يديلك بعد كده هو ماستر او ماجستير في الفاير فايتنج والسلامة والصحة المهنية، وبيأهلك ان انت تاخد ماجستير خبير امني. تمام، ادي بالظبط الفكره بتاعه بدايه الدورات دي باذن الله، ان انت بعد سنتين ممكن توصل لخبير امني محترف، ودي ربنا يسهل باذن الله ويقدرنا ان احنا نقدر نكون نساعد المهندسين ان هم يكونوا يقدروا يعملوا الدورات دي باقصى قدر من الكفاءه ونعلى مستوى مصر باذن الله كلنا. وكل سنة طيبين وربنا يسهل ونعجبكم في المحاضرات اللي هنبتدي نبتديها من النهاردة بإذن الله لغاية آخر يوم أو يوم الثامن. الدورة دي بتبقى متخصصة في مكافحة الحريق اللي هي شبكات المية، الإنذار الآلي، بعد كده هو البري اكشن سيستم والديليوش سيستم انظمه الغمر، انظمه الفوم سيستم والكولينج سيستم التبريد او الانظمه الدائمه كمان اللي بنستخدمها في تنكات الفويل او تنكات الوقود ازاي بنطفيها. بيتكلموا برضو الدوره دي هتكلم على الووتر ميس سيستم او الضباب المائي، ونعمل مقارنه كده لطيفه عن طريق الفيديوهات. يعني من احسن حاجات اللطيفه في الدوره دي الفيديو، مفيش حاجه بنشرحها غير بفيديو. الحريق لما نتكلم عليه بفيديو نشوف برضو مسار الحريق ابتدى يشتغل ازاي ونبتدي نحلله ونعرف اسبابه ايه عشان ربنا يحمينا ويحمي مصر كلها والناس كلها من الحريق. كل سنه طيبين واهلا بيكم في اول كورس. الجمعية الملكية للجمعية الخط ليا أكثر من
12 طلبه قراءه مسجلين في الوكو. الوكو اللي هي World International Organization Progress. دي منظمه تسجيل براءات القراءه على مستوى العالم في 134 دوله. نفسي باذن الله ان يعجبك الكورس ونبتدي نشتغل مع بعض في الفاير فايتنج سيستم. اول حاجه الكونتنت بتاعت الكورس موجوده عند حضراتكم اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ومع الحسن على 8 كورسات. اساسيكم هي الكورس ده هيبقى مور بروفيشنال شويه. لن نقبل ان انت بس بحضور حضرتك يبقى نجحت في الكورس. تمام؟ كناس مختلفه تمام؟ عشان يبقى انت خدت بقيت سيرتيفايد. طب الدكتور انا راجل خدت كورس مختلف من خطيته وعارف ازاي بعمل ديزاين، يبقى انت لازم تنجح بنسبه 70% من 70% من درجه الامتحان بنجاحك تاخد الشهاده بتاع الكورس ده. يعني واحد بروفيشنال انجينير او واحد على الاقل واخد البيزكس بتاع الكورس ده. الميزه اللي احنا هناخدها في الكورس ده هناخد الكومباريزن او نتكلم على الكومباريزن مقارنه ما بين الكود المصري، احنا بنصمم كده شغالين بالكود الامريكي الكود الاوروبي. تمام؟ ايه الفرق ما بيننا بنتكلم على الثلاث حاجات وايه اللي ماشي عندنا هنا في مصر؟ بالنسبه برضه هنتكلم على الترومبات، ايه الفرق ما بين ترومبه الحريق تمام اللي هي الجوكي معنى كلمه الجوكي الصغيره، وترومبه الحريق وترومبه ماي. ترومبه ماي عاديه دي احنا بنقول الناس بتوفر لازم تكون ترومبه حريق. تمام؟ مش لازم تبقى جوه الفرق. في دي اس اعتماد اوروبي ال بي 3 تمام؟ او على الاقل بتصنعها طبقا لشروط كود حقيقي اللي هي ان اف اي 20 ناشونال فايف بي 20. احنا بنقعد بنتكلم على الكورس بنتكلم على ال اف اي 13 كود الامريكي اللي هو ان اف اي 13 اللي هو ناشونال فايف بي 13 مختص بس بالسبيكر سيستم. جزء هنتكلم فيه على الغازات تمام؟ ازاي المين كومبوننتس بتاعت الغازات وازاي نصمم بريفلي بس على الموضوع. مثلا عايزين نحسب الفاير جين او سي 2 نحسب حجم الغازات المطلوبه كام كيلوغرام محتاج عشان تطفي دي. طيب نبتدي بقى بفيلم لطيف قبل الحديقه دي. ايه هو الفاير؟ حاجه بسيطه خالص قبل ما نكتب الحاجه دي. الفاير هنجيب بس حاجه صغيره. نقوم في ايه؟ هنجيب كنبه نبدا نسحبه شويه او اطفي احسن. انا ما اعرفش ان هو ابتدي اعيد بس الفيلم ده تاني بسرعه. مهم بالنسبه لي لسبب. انا جبت ايه؟ رحنا جايبين اوضه، الاوضه دي فيها كنبه والكنبه دي رحنا مولعين فيها. عايزين نشوف تمام؟ بدل زبد درجه الحراره والمده الزمنيه هيحصل الهيت ريز او التمبريتشر ريز هيوصل معايا لغايه كام؟ ده الحرارة بتاعت الأوضة كام يا جماعة عندنا هنا اهو؟ 18 والتايم يا دوب 20 ثانية. خلي بال حضرتك أنا كل يهمني إن إحنا نركز في إيه درجة الحرارة في الوقت ده. لغاية دلوقتي أنا إيه؟ بهرج. تمام؟ طيب إيه رأيكم إن أنا أشغل الصوت كمان للفيلم ده؟ لغاية دلوقتي إيه؟ درجة حرارة صغيرة والإنذار في السقف حسش تمام. ابتدى إيه؟ لو أنت حضرتك لاحظت هتلاقي إيه؟ السموك ابتدى إيه؟ يطلع معايا صح؟ لقط بعد قد إيه؟ بعد دقيقة وثلاث ثواني. دقيقة وثلاث ثواني. درجة حرارة درجة حرارة وصلت لكام؟ 17 لغاية دلوقتي أنا مش حاسس. عشان كده بقول إيه؟ أهم حاجة عندي في الحريق إيه؟ الإنذار مش الحرارة. الحرارة عقبال ما أحسبها كيوليشن بتاخد وقت. فكل يهمني حضرتك الفيلم ده يركز في دماغنا. لو احنا فهمنا الكونسبت بتاعت الحريق عن طريق الفيلم ده
هعرف بالظبط اتعامل مع الحريق ازاي وانا بصمم. بص حضرتك السموك المكان وصل فين تمام، دي مهمه بالنسبه لي، وكان ماشي فين في غايه السقف، وهنطلع نعمل زومينج او زوم اوت للاوضه ونطلع بره نشوف حجم السموك او كثافته وصل لغايه قد ايه في الاوضه. كل ده درجه حراره كام يا جماعه؟ طب انا لو قاعد في اوضه وفيها حريقه بال 21 درجه هحس بحاجه؟ لكن في حريق في ولع بقى قد ايه؟ دقيقتين. الله السموك اوت طلع بره يا نهار. ده بص حضرتك السموك وصل فين؟ شايف حضرتك الدخان وصل فين؟ تلت الاوضه في قد ايه؟ ودرجه الحراره كام؟ الله، يعني ممكن الواحد يموت والحريقه لسه ما طلعتش، اهو النار يا دوب غير ما شويه نار موجوده هناك في الكنبه اقدر ارمي عليهم شويه ايه؟ اي اكستنشن ميه او رمل او وات ايفر اختمها ببطانيه اعرف اطفيها، صح؟ ولكن ممكن الواحد يتخنق من السموك مش من الحريق، عشان كده الواحد بيقول ايه؟ القاتل الصامت الدخان. برضه حضرتك مركز تمام على الدراما اللي هتحصل في درجه الحراره بعد الثلاث دقايق الاولانيين، وهنشوف او هنعرف بالظبط ليه بتوع الدفاع المدني يقول لك هي عدت اول خمس دقايق مش هخش. يا جبان ما خشتش ليه؟ لا مش هخش، انا عارف. هنعرف بقى الناس دي مش جبنة، بالعكس الناس دي فاهمة ومحترفة. عدت خمس دقايق هيعرف او عارف على طول ليه ما بتخشش بعد خمس دقايق، بعد اول خمس دقايق من الحريق. هنعرف عن طريق الفيلم ده ايه السبب. درجة الحرارة وصلت كام يا جماعة؟ 60. الله 60 يعني 40 70 الله ده 70 درجة بعد كام؟ في 30 ثانية ولا 40 ثانية؟ سامع صوت الطرقعة بتاعت النار ولسه كل ده والنار لسه فين يا فندم؟ الصبح. الله شايف الدخان عامل ازاي؟ بقى نص الاوضه. عشان كده هو لما نيجي في تعليمات الايه؟ في تعليمات الاخلاء نيجي نقول للراجل بتاع الايه؟ بتاع الدفاع بتاع ساكن الاوضه اللي مزلق بتوع الفندق او اي منطقه وانت خارج هات منديل مبلول او قماشه مبلوله وحطها على وشك اكتب فيها نفسك ووطي وانزل وروح ما ايه؟ ما تطلعش ما تفردش سنك ورا بطل عشان ما تاخدلكش ايه؟ لطشة الدخان تموت تموت. فانت لازم وانت بتعمل اكسكافيشن او بتعمل ايفاكيويشن للمنطقه تمام؟ تقول للناس وطي في المنطقه اللي فيها ايه؟ دخان. شايف حاجه؟ الله 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 ده كل ده وانا قاعد برد صح؟ ده في دقيقتين كام يا فندم؟ كام يا بيه؟ الله هو الحريقه حصلت اتنقلت في الاوضه بسبب الكنبه ولا بسبب الدخان؟ على فكره ده حق الدخان من القراءه كده عند الديتكتور فوق كده يعني. بص خلي بال حضرتك في حاجه مهمه جدا، اول خمس دقائق بص ده الحركه ده في ايه؟ في حريقه عاديه تمام؟ في حريقه عاديه اللي هي بنسميها اوردينري تايب او لايت تايب تمام؟ مش حريقة كيماويات، حريقة فيول تمام؟ حاجة بقى سولار بتاع والكلام ده كله، دي الحريقة العادية. يا دكتور كده حضرتك السموك ديتكتور أهم من الهيت ديتكتور؟ سؤال مهم جدا. بس احنا السؤال ده هنجاوب عليه في اليوم السادس. تمام؟ بس مفيش حاجة أهم من حاجة. ده مش ده بالظبط. على حسب نوع الاستخدام حضرتك، أنت دلوقتي عندك حضرتك إيه؟ أنا عندي السموك ديتكتور كويس بتستخدمه ايه؟ لما يكون الحريقه اول ظاهره ليها ايه؟ دخان. طب الهيت ديتكتور؟ حراره. اول ظاهره ليها ايه؟ حراره. طب بمعنى اصح انت في المطبخ. المطبخ عند حضرتك ينفع ان انا احط فيه سموك ديتكتور؟ ده اذا كان ست البيت شغاله قدح تمام صح؟ وتدي هوا وتشحن في البتاع وتطلع دخان يا ريس صح؟ تمام؟ ينفع؟ ما ينفعش، فانت كل شويه كده لو حطيت سموك ديتكتور هتبص تلاقي حضرتك ايه؟ الارم ابتدى ايه؟ اشتغل معايا تمام؟ يبقى كده غلط، لكن انا محتاج ان انا هيت ديتكتور وبمعنى اصح ما فيهوش فيكسد ريت
انواع بقى من الحاجات دي تحط ايه هيت فيز بياخد معدل الزياده درجه الحراره هو ده اللي يديني ايه انديكيشن بسرعه ان لا ده في حريقه مش 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 درجه حراره طبيعيه بقى حضرتك يبقى انا عشان كده قلت بقول لحضرتك نوع الديتكتور تمام بيختلف على ايه على او بيتحدد على ايه على حسب الابلكيشن مش ده احسن خالص وهنتفرج على فيلم لطيف اتعمل في سويسرا حضرتك رحنا عملنا في معمل بتاع اختبارات سبع انواع من الحريق الشطاره فين؟ كانت في الالارم لازم تبقى استاذ الارم صح؟ تمام لما تيجي تتكلم في استاذ الارم يبقى انت لازم تعرف ايه نوع الحريقه اللي هتطلع من الايه؟ من المكان نفسه من المكان نفسه من الماتيريال اللي هتتحرق دي تمام؟ لان حريق لحام حريق ناتج عن طريق شراره لحام الدخان بتاعها مختلف عن حريق خشب عن حريق زيت عشان اعرف امتى احط بودره سي او 2 او امتى احط بودره وامتى احط لا يا فندم عشان تعرف امتى تحط نوع الديتكتور المناسب لاين اس انت في عندك حضرتك انواع ديتكتورز مختلفه في عندك هيت ديتكتور في عندك سموك ديتكتور في عندك فليم ديتكتور في عندك انفايرمنت ديتكتور في عندك حاجات كتيره جدا في لينير كيبل هيت كتير كيبل هيت ديتكتور كويس انواع كتيره جدا في عندك ديتكتور اللي هو بيم ديتكتور كويس ده ولا ده ولا ده ولا ده ومين اسرع ومين المور سنسيتيف بالنسبه لك؟ لان اهم حاجه عند حضرتك ايه؟ المور سنسيتيفيتي طبعا حضرتك وفي نفس الوقت ايه؟ اقل ايرور يبقى سنسيتيف قوي بس سنسيتيف بيديك ايرور زياده لا انت لازم تحط الحاجات دي كلها مع بعض عشان تشوف مين اللي المور سويتبل ديتكتور بيبقى حضرتك في الابلكيشن تمام؟ مهم قوي يا جماعه خدنا الفيلم ده نبتدي نرجع بقى مرجوعنا لاساسيات الحريق نبدأ نولع نور ها؟ احسن شيشه بس الناس ممكن تنام منه كده هو بيقول لك واتس ذا فاير الحريقه ايه هي؟ الحريقه هو التطور الكيميائي بيحصل ما بين جي حراره وماتيريال صح؟ ده هو ايه المثلث التطور الكيميائي ده واتس ذا بوتيشن هبص تلاقي الاسئله دي موجوده قدام حضرتك فاحنا انا عايز بسرعه على المثلث طبعا اللي هي ايه الكيمستري انا كل ده المقدمه هو ده عايز نسويه الاكيد الاكيد ده حضرتك الحريقه حصلت ما بين ايه؟ ما بين تفاعل ثلاث اجزاء او ثلاث عناصر اكسجين وحراره وماتيريال طيب اكسجين وحراره وماتيريال ظل الثلاث اضلاع دول لو جمعوا تمام مش هيحصل حريقه بس هيحصل امتى؟ تحصل حريقه لو وصلت درجه حراره الايه؟ الاشتعال الذاتي بتاعت الماتيريال بس تحصل حاجه تمام؟ الحقيقه بتحصل ايه؟ انت لو وصلت لدرجه اشتعال الذاتي بتاعت الماده طب لو احنا عايزين نكسر ضلع من الاضلاع دي جم قالوا ايه؟ طب يا جماعه الضلع بتاعنا ده ضلع اللي هو الماتيريال هتخلينا ناخد ايه الضلع الماتيريال اللي هو ضلع ايه؟ الماده نفسها انا عايز اخلي الكراسي دي مادة غير ايه؟ غير قابلة للاشتعال. والمكد مادة غير قابلة للاشتعال، السقف غير مادة غير قابلة للاشتعال، صح؟ وأول أو من أوائل الدول اللي طبقت القصة دي مين؟ اليابان. حطوا المترو بتاعهم المادة كلها بتاعته اللي من جوه المترو هو اللي غير قابلة للاشتعال، بس تكلفته محفوظة في السماء. ما حطوش فاير فايتنج سيستم. حطوا يا دوب الفاير فايتنج سيستم اللي هو ايه؟ المحمول. ليه؟ عشان لو حد بقى معاه نتيجه الثانيه ما قابلش تعمل اللي هو بيعرف الكومبوننتس بتاعت الميتو نفسه بتاعهم بيخرب يشتغل تكلفته غاليه هل ده ينفع؟ تمام؟ ينفع ان انا اطبقه في كل حاجه هتبص تلاقي البروبرتي تمام؟ او العماره او المنشاه نفسها كمان غالي جدا وطولة القصه بتاعت حضرتك ان انت مهندس فاير فايتنج سيستم لازم تحط
البروتكشن اعلى حاجه وفي نفس الوقت خلي بالك من الكوست تمام التكلفه. المهندس شاطر جدا ممكن انت اليوم تقول لحضرتك ايه حط وزع الرشاشات جوه المكان تمام وانت بتوزع الرشاشات جوه المكان رحت حاطط لي مثلا بدل ما هم هنقعد اربع رشاشات حطيت لي 10 يلا يا عم وحد عارف حاجه صح؟ طب ال 10 عملت ايه؟ عدد الرشاشات زاد البايب سايزنج لما بيشوفه هيزيد كميه الميه المطلوبه هيزيد الترمبه نفسها هتشتغل هتبقى اكبر يبقى هتبقى ايه حجم اكبر يبقى كميه الميه خزان الميه دي كل ده هيوصل الباور كونسمشن الباور كونسمشن الميه اللي انت محتاجها تبقى التكلفه بتاعت الديزاين ده ما حدش هيقول انت بطلت بس انت ايه؟ زياده مش مهندس ايه؟ مش مهندس شخص برضه لازم يكون في عندنا برضه حصافه في التسعير ده بالنسبه لجزء الضلع بتاع اليوم ماتيريال لما تيجي نتكلم على الضلع بتاع الدين اهم ضلع الاكسجين ناخد الضلع بتاع الاكسجين طب الضلع بتاع الاكسجين ده مشكلته ايه؟ نسبه الاكسجين كام في الجو يا جماعه؟ ها؟ نسبة الأكسجين في الجو كام؟ الأكسجين نسبته 21% ده الأوتو نسبة الأكسجين جوه الجو 21% بعد الدراسات أو القياسات اللي حسبوها وقت الحريقة قال لك والله لو النسبة دي نزلت ل 15% لو الأكسجين نزل لغاية 15% تمام مش هيحصل حريق. طب ايه الحاجه اللي تخلي نسبه الاكسجين ده ينزله لغايه 15%؟ عن طريق ايه؟ ان انا استخدم حاجه اسمها انر جاز. ماده اسمها ايه؟ او انزل غاز اسمه ايه؟ انر جاز. كلمه انر جاز يعني ايه؟ غاز خام. انر جاز. الانر جاز دي حضرتك تمام؟ الانر جاز بالنسبه لي هو ده ايه؟ الغاز الخام اللي انا لو ضخيته جوه المكان بيعمل عمليه ازاحه الاكسجين الواسع يا جدع ويقوم منزل النسبه بتاعته لغايه كام؟ لغايه 15% حضرتك في نفس الوقت بيعمل عمليه ايه؟ احماض هو اسمه الانر جاز اللي هو الغاز الخام. طب انواع الغازات الخامله تمام؟ حد يعرفها؟ انواع الغازات الخامله هيليوم والأرجون زي الهيليوم هيليوم نتيجه نحطهم كده مع بعض امسح من هنا كان في حاجه هنا بس من فوق انواع الغازات الكامله بتاعتنا تمام اول واحد وارخصهم حد يفتكره؟ CO2 اثنين أرجون أرجون هناخد الهواء الهيليوم ثلاثة الهيليوم ماشي أربعة لا ده في كتير ثلاثة فيها 200 تمام ها الغازات FM 200 نيتروجين ادوت نيتروجين انا اسف ما سمعتكش نيتروجين بعد كده ايه تاني؟ الانرجي بعد كده ايه تاني؟ الايروسول تمام وايه تاني كمان كربون ارضو نحط بقى الكلام ده مهم قوي يا ريت يا جماعه نكتبه لان الكلام ده مش مكتوب في الدوكيومنتس السي او 2 ارخصه ولكن عيبه ايه خالي خالي توكسيك يبقى انا السي او 2 بالنسبه لي توكسيك صح سو ارخص
عشان كده بستخدمه في ايه؟ في الاماكن المغلقه اللي ما فيهاش بني ادمين، اللي هي اماكن غرف ايه؟ غرف الكهرباء، غرف المحولات، غرف ايه؟ الجنريتورز. تمام؟ محولات ترانسفورمرز او جنريتورز مولدات او غرف ايه؟ الكهرباء اللي ما فيهاش بني ادمين. تمام؟ نيجي بعد كده الهالون او الهيلون. تمام؟ الهالون حلو او الهيلون اللي يسموه. تمام؟ غاز ممتاز جدا، ولكن مشكلته ان هو مشكله الهالون مين؟ غالي خفيف. لا خفيف بيطلع مني بس مضر البيئه، طبقه الاوزون تبقى حضرتك مشكله الهالون هو مضر للبيئه. تمام؟ واتمنع على مستوى الدولي ان هو بيأثر على طبقه الاوزون لاير. تمام؟ واتمنع كومبليتلي بروهيبيتد ان حضرتك تستخدم الهالون. تمام؟ او لو لقيت موقع او مكان منشاه بتستخدم الهالون وتديله صلاحيه بان السيستم ايه؟ يشتغل. ساعتها مين اللي هيبقى مسؤول سعادتك عن السيستم ده؟ اللي هو حضرتك. هو طبعا ده كومبليتلي ما ينفعش. تمام؟ الهالون ممنوع تماما دوليا لانه بيأثر على الايه؟ على على الطبقة الأوزون. تمام؟ بعد كده هو حضرتك الهيليوم شغال بس ثمنه اغلى. الاف ام 200 من الغازات الممتازه جدا، ولكن في بعض العيوب. ايه هو العيوب بتاعت الاف ام 200؟ هو اختصار ايه معلش؟ الاف ام ولا هو اسمه كده؟ لا اختصار الاف ام 200 هقول لحضرتك ده اقول لحضرتك سي اف سي 227 اي. تمام؟ بالظبط بس انا احفظها كلور فلور كاربون 227. تمام؟ ده الاسم العلمي بتاعه سي اف سي 227 اي. ده جم شركه فرنسيه هي اللي عملت الغاز ده. وبعدين جت شركه امريكي تعاقدت مع المصنع ده ايه وقالت له طب انا هاخده بس حط لي عليه العلامه البرتغاليه بتاعته اللي هو ام 200. ساعات حضرتك بتلاقي الشركات واحده اللي هي شركه امريكيه واحده يقول لك انا بوزعها بس ام 200. تمام؟ في شركه ثانيه دخلت في الموقع تقول لك والله انا جايبها لك سي اف سي 227 ده مش غلط. نرجع للكود بس المسميات بس بالظبط ده الاسم العلمي بتاعه. تمام؟ ما ينفعش يتسوقوا بالاف ام 200 لان الحواسيب الحق الحصري بتاع الاسم التجاري بتاعه اللي هو الشركه الامريكيه. تمام؟ طيب مشكله الاف ام 200 ايه؟ حد يفيدنا؟ مهانك تجاري مصاب ان هو تقريبا لا لا القصه فين؟ القصه في سي اف سي 227 اللي هو الماكسيموم كونسنتريشن بتاعه ماكسيموم كونسنتريشن بتاعه 10% 10% جوه المكان. مور ذان ذات اكتر من 10% الناس يحصل لها ايه؟ يبقى توكسيك. عشان كده اوقات الشاليه بيعملوا ديزاين على كاش حد ماكسيموم كونسنتريشن ماكسيموم كونسنتريشن معدل التركيز بتاعه تركيز معدل تركيزه جوه المكان ما يزيدش عن 10%. عشان كده لو احنا كده كونسنتر. تمام؟ لما بنيجي بنعمله بنوصفه بنحط ايه؟ نسبه 7%. بس خلي بالك الكود كان الكلام ده قديم 7% دي نسبه قديمه. دلوقتي الكود سمح لغايه كام؟ 6.25% 6.245. ليه 6.25%؟ قال لك ايه؟ اكتشفوا قصص لطيفه قوي. انا لما باجي بصمم المكان بصمم المكان ده وهو فاضي. تمام؟ حظي بقى ان ايه؟ ان انا كنت بصمم مثلا شغل ان انا بعمل ديزاين كويس شويه عامل ديزاين. بصمم ده اركايفنج سيستم. اركايفنج سيستم يعني المكان اللي له ارشيف.
تمام او مخزن او خزنه في البنك المالك او خزنه في البنك او خزنه جه الراجل اللي هو اللي ماسك المكان اللي هو بيخزن يبقى معناه الارشيف بتاعه بيزيد حجمه صح لما انت حضرتك بتعمل التصميم ده بتحسب حجم الفورس وعرض الارتفاع اما ده كل من هوا ده ايه كل ده هوا صح مظبوط طب كل لما انا احط ارشيف جوه المكان ده يبقى باخد من حجم ايه بعمل ازاحه لحجم الهوا اللي موجود صح معناها كميه الهوا جوه المكان تقل ولا لا طب لما كميه الهوا جوه المكان تقل وانا نسبه الغاز عندي ثابته كميه الغاز اللي عندي ثابته يبقى معناها معدل التركيز بتاع الغاز جوه المكان يزيد ولا لا يزيد يبقى مني هقدر اعرف يزيد الغلبان صح كده لازم يبقى خلي بالك وانت بتصمم شوف انت بتصمم ايه تعمل حساب فاكتور اوفسيت معلش هو الفرق بقى ما بين لما تصمم 7% ده التركيز 7% خلي بالك قلت انت راح تجيب لك تنزل 6.25% 6.25% عشان يديك مارج اكبر من 6.25% بعد كام 10% تمام اوكي اديك السماحيه دي صار 7% مش غلط بس انت وحظك تمام لو المالك حب يغير او يزود الفوليوم المسافه بتاع الاوضه تمام هتبص تلاقي الكونسنتريشن بتاع الغاز بتاعك بيزيد ساعتها انت تعمل ايه تقول للمالك لو سمحت ما تغيرش في الاوضه دي تمام مستلزمات الاوضه ما غيرهاش ان انت تستخدم استخدام الاوضه طب ايه اللي لما تقول لي لان انا ليا حق ايه؟ حق التصميم تمام هتغير يبقى انت دلوقتي انا ايه؟ انا اليابيلتي بتاعتي تتشال المسؤوليه بتاعتي تتشال تماما لان انت غيرت المكان اللي انا ايه؟ مصمم عليه انت بقى حضرتك ودي مهمه جدا طب في بارتيشن ايه؟ بارتيشن بس طبعا البارتيشن بارتيشن طالع للسقف ولا بتاع؟ غير السقف لا سقف مفيش مشكلة مفيش مشكلة إذا المهم إيه حضرتك المشكلة في الحيز شغال دواليب كده في الوش مكان دواليب 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 طب حضرتك هنتفرج على فيلم دلوقتي خلي بالك